السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الآلة اللي العديد من الإخوان كيستعملوها. كاين بعض الإخوان اللي كيستعملوها عن طريق أو عن حسن نية، وبعض الإخوان كيستعملوها للنصب. فغادي نبينوا اليوم بأن هذه الآلة ليست آلة مخبرية وليست آلة التي يمكن الاعتماد عليها في اختبار الديامان ديالنا او الاحجار. ف الغالبيه ديال الاخوان يستعملون هذه الاله في الديامان، يعني لاختبار الديامان. فاليوم ان شاء الله غادي نعملوا التجربه ديالنا، وغادي نبينوا ونبرهنوا بان هذه الاله ما صالحاش بتاتا وبالمره، ويجب علينا ابتداء من شحال هذه، ماشي اليوم، باش نستغناو عليها ان شاء الله. اليوم غادي نبينوا. فبسم الله على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. قام عطاتنا ما عطاتنا والو. ندوزو الحجرة واحدة أخرى. هذه حجرة كبيرة، قيراط وربع، قيراط فاصل 25. ندوزو حجرة صغيرة، تا هي دياموند عطات. ندوزو حجرة واحدة أخرى، عطات تا هي دياموند. عندنا تا واحد الروبية غادي ندوزوها إن شاء الله، تا هي وعطات تا هي دياموند. الأمر باين ملي عطاتنا تروبية. إذن هاد الحجرات كاملين اللي دوزنا باش نشوفوا واش دياموند ولا لا. والأمر اللي صعب هنايا هو أن هاد الحجرات تعطات الماكينة، عطاتها بأنها هي دياموند وهي هاد الحجرة ماشي دياموند. عطات عليها بأنها دياموند وهي ماشي دياموند. هاد الحجرة ماشي تا دياموند الاصطناعي، ليست بالماس المصطنع. هذه الحجرة التكلفة ديالها ما كتوصلش ل 15 الأورو، يعني بالتقسيط. أما بالجملة أو تشريها من عند المصنع، فالثمن ديالها يقدر يلحق لديك 50 درهم ولا 5 الأورو. كنتكلموا على واحد الحجرة اللي في يدنا، واحد الحجرة التي تضاهي الدياموند. هذه تضاهي الدياموند، بحيث اذا شفنا اللون ديالها فهو عند اللون الضي، واذا شفنا التقطيعه ديالها في الكوت الاكسيلون، واذا شفنا الكلاريتي ديالها او الصفاء ديالها فغادي يكون عندنا الفي في اس واحد. يعني نتكلم عن واحد الجوده اللي كتضاهي كما قلنا الدياموند، على واحد الجوده عاليه، يعني بالعين ما يمكنش التعرف عليها، لا يمكن التعرف عليها، وبلا لوب القليل جدا اللي غادي يقدر يتعرف عليها اذا ما كانش العين الانسان متمرن على الدياموند، فما غادي يمكنلوش يتعرف على هاد الحجره هذه. فلهذا كنقول لكم بان هاد الاله ليست اله مخبريه، قلناها بزاف المرات، العديد من المرات قلناها وخرجنا. كنتمنى صراحه باش يكون هذا هو اخر فيديو نهضر على هذه الاله. وكنتمنى تاخذوا الكلام ديالي بالجديه، لان السوق عامر بالحجار، وكيتباع بحال الدياموند. هو ماشي دياموند، وليس حتى بالدياموند الاصطناعي. هو في هذه الخصائص هذه، في هذه الجمالية التي تضاهي وتحاكي الدياموند، والأسواق عامرين. وأكثر من هذا وذاك، فأن كاين الحجار اللي عنده طاي أونسيان، تقطيعة أو التفصيلة ديالو اللي هي قديمة، وكيتبع على أنه قديم، هو ماشي قديم. فلهذا ردوا البال ديالكم الحيدة والحذر. الى هنا غادي تنتهي الحلقه ديالنا. صراحه بغيت نشكر واحد الاخ
والصديق ديالنا سيدي محمد الطاهري، كنشكره بزاف على الدعم ديالو، على المساندة ديالو، على النصائح ديالو. صراحة دائما واقف في جنبنا ودائما كيعاوننا بالنصائح ديالو. كنشكروه من هذا المنبر، كنشكروه بزاف بزاف. وكاع كنشكروا الناس ديال القيصرية ديال الملاح بمراكش، كنشكروا السي عبد الغني، سي يوسف بها، سي عبد الصادق، والسي اوهان. وهذا الشيء اللي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبكم في الله.